السلام عليكم بنات، مرحبا بكم. معكم وفاء مجوهرات فاشين. كيف وعدتكم غنبقى ديما نجيب لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. فوالا، بالنسبه اليوم فيديو جديد البنات، جبت لكم فيه اي حاجه صغيره، شي حاجه الاستعماليه ديال ديما. كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. بالنسبه اول اقتراح اللي كنقترح عليكم هو السنيسله هذه ديال الخريشيشات، اللي كتجي فيها خمسة ديال الخريشيشات. كتجي السنيسله ديالها رقيقه ومام طون صح والعمل، كتجي ب 750 درهم، 15000 ريال البنات. اختصاص ديالنا بيع الذهب 18 كاره. كتوصلك لا كوموند ديالك فين ما كنتي، حتى كتوصلك الكوموند وكتخلصي. بالنسبه للارتيكل الاول هو هذا 750 درهم، سنيسله غزاله ديال الذهب بالروسي ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للاقتراح الثاني هو هذا لونسومبل في الحلقات والسنيسله اللي كيجي بحال هكا، 800 درهم البنات، 16000 ريال. شي حاجه اللي غزاله 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 وانيقه. كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم، كيجي غزال وانيق. بالنسبه للاقتراح الثالث هو هذا سنيسله البنات اللي عجبات بزاف ديال الناس، سنيسله ديال العوينه اللي كتجي سنيسله ديال فرصه. بالنسبه للعوينه كتجي بحال هكا، فيها الدميعه اللي كتجي غزاله غزاله في اللبسه ديالها البنات، 750 درهم اللي هي 15000 ريال. كنتمنى البنات تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للسنيسلات هادو اللي اقترحت عليكم كيجيو بحال هكا ديال العوينه، كتجيب 800 درهم، 16000 ريال. هذه 16000 ريال، وامي الغاليه البنات عنقو كيفاش كتجي 750 درهم اللي هي 15000 ريال. اقتراح البنات اللي غزال غزال وانيق. بالنسبه للناس اللي كيبغيو لي باك، كنقترح عليكم هذا البنات، شي حاجه اللي غزاله ديال ديما، الثمن ديالو 900 درهم اللي هي 18000 ريال. كيجي صح والعمل، اللور ديالو بحال هكا، القدام ديالو على هذا الشكل هذا. كنتمنى البنات ديروا سكرين وتواصلوا معايا في 0623 62 56 86. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الكلو، كيجي بحال هكا البنات الكلو رقيق كيف كتشوفوا معنا، 600 درهم اللي هي 12000 ريال. بالنسبه للبسه ديالو البنات كتجي بحال هكا، شي حاجه اللي خفيفه وديال ديما. فوالا، كيجي غزال غزال الاقتراح. بالنسبه للناس اللي كيبغيو لي باك اون كولور، كنقصر عليكم هاد دو باك اللي كيجيو بحال هكا، هذا ديال اللوزه حجره في الغوز، وهذا في الحجره في البيغ، اللي كيجيو غزالين في اللبسه ديالهم، شي حاجه اللي رقيقه البنات، كيجيو بحال هكا. كنتمنى البنات ينالوا الاعجاب ديالكم. فوالا بحال هكا. وكاين اخيرا لا باك ديال دق البره اللي كيجي بحال هكا البنات عن قرب، كيجيب 750 درهم اللي هي 15000 ريال، وهادو البنات 15000 ريال كل واحد. كنتمنى البنات الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم. فوالا، بالنسبه للاقتراح اللي اقترحت عليكم في لي باغ كيجي بحال هكا، كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم. 600 درهم، 12000 ريال، 750، 750، 900 درهم، و 750 درهم. كنتمنى البنات ينالوا الاعجاب ديالكم. بالنسبه لونسومبل البنات كيبقى ب 800 درهم فقط. كنتمنى البنات